26/3/2012 قرية معرشورين جمع التبرعات لأهلنا في سراقب. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير. ايش جايبين يا عمو انتو؟ جايبين 5 تبرعات. انت ايش جايب؟ جايبين تبرعات لسراقب، يعني الجيش الاسد حصفها وخلى اهاليها تشرد تنزح لعنا، مشان هيك نحن جايبين لهم تبرعات لحتى انا يمشوا حالهم فيه. نحن الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. عبد الله اهالي قريه معرشورين يقومون بجمع التبرعات لاهلنا في سراقب الذين شردوا تحت القصف الاسدي. صبر هسه. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. ممكن نعرف ايش عم بيصير عنا؟ عم نجمع مساعدات وتبرعات عينية لأهالي سراقب. سراقب محاصرة من 3 أيام. منعوا دخول الخبز والطحين على مدينة سراقب. المواد نصف مدينة سراقب تقريبا، السكان العائلات بما فيهم النساء والأطفال نزحوا إلى القرى المجاورة، والقرى المجاورة بطبيعة الحال الخبز اللي عم ياخذوه من مدينة سراقب، لذلك ما عندهم كمية تغطي الناس اللي نزحوا لعندهم والعائلات اللي نزحوا لعندهم، لذلك عم نجمع لهم التبرعات. من حوالي 10 أيام كانوا عم يجمعوا تبرعات في مدينة إدلب وبسراقب بجبل زاوي لمنطقة لمعرض النعمان وريفا، لأنه اتحاصرت لمدة أسبوع وصار القصف عليها. اليوم نحن عم نجمع لسراقب، يوم تاني كنا عم نجمع لحمص، حمص عم يجمعوا لأهل لريف حلب، ريف حلب بيجمع لدير الزور، دير الزور لريف دمشق. يعني بنفهم منك بإذن الله المساعدات عم تتنقل نفسها بين المدن والأرياف السورية. المساعدات من مدينة لمدينة، من ريف للمدينة، من المدينة للريف. يعني وبعدين المعارضة السورية صامتة، المجتمع الدولي صامت، الأمة العربية صامتة، الأمة الإسلامية صامتة، لأيمتها الصمت، لأيمتها السكوت. هذا هاي الشباب اللي عم تتبرع، هدول الشباب اللي عم يتبرع بكيلو زيتون أو عم يتبرع بربطة خبز من أكله وأكل أخوه الأصغر منه اللي عمره 2 سنين. هذا بده يحسن يحكمه بشار الأسد. أي حكم بده يحكمه بشار الأسد للناس. عمر المختار المجاهد المعروف قال كلمته الشهيرة: نحن شعب لا نستسلم، ننتصر أو نموت. أما نحن سوار سوريين بنقول نحن شعب لا نستسلم، ننتصر أو ننتصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.